ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هنتعرف على ديجيتال اوشن وازاي اقدر اعمل اوبونتو دروبلت باستخدام تيرافورم. قبل ما نبدأ خلينا نعرف الاول هو ايه ديجيتال اوشن ده. باختصار كده ديجيتال اوشن ده كلاود بروفايدر زيه زي AWS GCP مايكروسوفت ايجر، بس هو على قد ما هو سهل جدا في استخدامه بس برضو ليميتد شوية في السيرفيسز اللي بيقدمها مقارنة طبعا بالباقي. يعني مثلا ديجيتال اوشن هستخدمه لو عندي ابلكيشن صغير، بس AWS والباقي سيوتابل اكتر للبيج سكيلبل ابلكيشنز. حاجه تانية ودي فرق في المسميات بس، زي ما عندنا في AWS الفي ام اسمها EC2 انستنس، وفي مايكروسوفت ايجر اسمها في ام، وفي جوجل كلاود اسمها انستنس، هنا في ديجيتال اوشن اسمها دروبلت. بعد ما اعمل اكاونت على ديجيتال اوشن واعمل ساين ان هيظهر قدامي البلاتفورم بالمنظر ده. ده طبعا بعد ما اعمل اول بروجكت عندي. هاجي هنا اعمل نيو بروجكت وادي له اسمه ديسكريبشن واحدث البيربس بتاعه البروجكت ده. تاني حاجه محتاج اعملها اكونكت الماشين بتاعتي بالاكاونت بتاعي على ديجيتال اوشن، فهروح هنا على سيتنجز سيكيورتي Add SSH key وهضيف هنا الpublic SSH key بتاعي وادي له اسم واعمل له add. تالت حاجة هحتاج اعملها ان انا اعمل create لتوكن، وده اللي هستخدمه عشان تيرافورم يعرف يأكسس الاكاونت بتاعي. فهاجي هنا كده عند API واعمل generate new token، وطبعا ادي له اسم واتاكد انه واخد رايت كريدنشال وهقول له جنريت توكن. هو كده عمل لي كرييت للتوكن، هو ده التوكن، هعمل له سيف عندي عشان هو ده اللي انا هستخدمه في تيرافور. كده ديجيتال اوشن بقى جاهز. تعالوا نروح للفي اس كود ونشوف هنكتب ايه في تيرافور. ديجيتال اوشن يبقى اسهل كلاود بروفايدر مش بس في الجي يو اي، لا كمان في كتابه الكود بتاع تيرافور. خلينا نبدأ ونعمل create لprovider.tf. الجزء الأولاني ده بتاع تيرافورم مش دايما مكتوب مع كل الكلاود بروفايدرز، بس لازم هنا مع ديجيتال اوشن. أنا هنا كل اللي بقوله له الريكوايرد بروفايدر هو ديجيتال اوشن، والسورس بتاعه هنا، ودي الفيرجن بتاعته، وده سهل جدا ألاقيه على الدوكيومنتيشن بتاع ديجيتال اوشن أو تيرافورم. لو جينا هنا كده هتلاقوا ده الدوكيومنتيشن بتاع ديجيتال اوشن، الجزء ده اهو، وعلى تيرافورم نفس الكلام. بعد كده انا قلت له ان البروفايدر اللي هتستخدمه هو ديجيتال اوشن، وده التوكن اللي انا عملت له كرييت. انا هضيفه هنا في فاريبل، وبعد ما هضيفه في الفاريبلز هضيفه في tfvars، وما تنسوش تعملوا ignore للtfvars انه يتعمل له upload على الفيرجن كنترول. تاني حاجة هروح اعمل create لmain.tf، وده اللي هقول له يعمل لي فيه create للubuntu droplet. انا هنا قلت له اعمل لي resource digital ocean droplet، اسم resource دي test، الimage ubuntu، واسم الفيرتشوال ماشين دي اوبونتو تيست، ودي الريجن، ودي السايز بتاعه الماشين. طب انا المعلومات دي اجيبها منين؟ عندك ثلاث طرق. اول طريقه انك تروح تعمل كرييت للدروبلت من الجي يو اي وتشوف ايه الاوبشنز اللي قدامك وهتستخدمها وتاخدها تضيفها هنا، ودي الطريقه المانيوال. الطريقه الثانيه انك تروح للدوكيومنتيشن بتاع ديجيتال اوشن، وهسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن. وتالت طريقة انك تروح برضو للدوكيومنتيشن بس بتاع تيرافورم. بعض البروفايدرز اوريدي كل اللي انت محتاج تعمله كرييت هتلاقيه موجود في الدوكيومنتيشن بتاع تيرافورم، وبرضو هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. تالت فايل هعمله هو الفاريبلز، وانا هنا عندي فاريبل واحدة اللي هي التوكن، وبرضو هروح اعمل هنا نيو فايل تيرافورم.tfvars، وهقول له هنا التوكن equal، وهضيف التوكن اللي انا عملت له كرييت في الفايل ده. طبعا مش كل حاجه محتاج تعملها هتلاقيها موجوده دايركت كده في الدوكيومنتيشن، هتحتاج تدور شويه عشان تطلع بعض الحاجات.
زي مثلا انا عايزه بعد ما اعمل كرييت للماشين دي يطلع لي في التيرمينال الاي بي اللي انا هاكسس منه الماشين دي اس اس اتش. فهعمل فايل تاني كده اسمه output.tf واقول له هنا انت هتطلع لي output للدروبلت اي بي ادرس والفاليو بتاعته digital ocean underscore droplet اللي هو اسم ده digital ocean underscore droplet الريسورس دي دوت تيست اسم الريسورس وبعدين اي بي فيرجن 4 اندرسكور ادرس. فهو هيروح للريسورس دي ويدور على الاي بي ادرس بتاعها ويطلعه اوتبوت. طيب تعالوا دلوقتي نعمل تيرافورم انت. تمام تعالوا نجرب بلان. طيب بلان هنا قال لنا انه هيعمل الريسورس دي وفي الاخر هنا الاوتبوت هيطلع لنا الاي بي ادرس. تعالوا نعمل كده تيرافورم apply dash auto dash approve. تعالوا ندخل على الديجيتال اوشن نشوفه عمل ايه. هو دلوقتي هو بيكريت اوبونتو تيست. تمام هو دلوقتي عمل كريت للماشين. تعالوا كده هنا على تيرافورم. تمام ده الاي بي بتاع الماشين. ميزه بقى حلوه في ديجيتال اوشن انه بعد ما بيعمل كرييت للدروبلت بيروح يبعت لك ايميل باليوزر والباسورد اللي انت هتستخدمه عشان تاكسس الماشين دي. فانا لو جيت كده دخلت على الميل عندي هلاقي في ايميل من ديجيتال اوشن باسم الماشين والاي بي واليوزر نيم والباسورد. طيب تعال ناخد الباسورد دي كده الاول. خلونا ناخد الاي بي ده ونقول له SSH root ده اليوزر وده الاي بي ودي الباسورد. هيطلب منك تدخل نفس الباسورد تاني وبعدين تكريت باسورد جديدة. احنا كده عملنا لوجد ان على الاوبونتو ماشين اللي عملنا لها كرييت على ديجيتال اوشن باستخدام تيرافور. وقبل ما نخلص الفيديو خلينا نعمل اكزت ونروح نعمل ديستروي. طبعا البروجكت ده هتلاقوه موجود على الريبوزيتوري بتاعتنا على جيت هاب ديف اوبس تولز دوكيومنتيشن ديجيتال اوشن تيرافور Ubuntu Droplet. ده كان فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا جدا. مع السلامة.